السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم عبد الله إصبران. اليوم أريد مشاركتكم مع هذا البرنامج لزوار مدونة قلعة الشروح. بإذن الله سنقوم بشرح برنامج يساعدك في تحسين الصور وإزالة العيوب والتخلص من بعض الأشياء في الصورة كالتاريخ وغيرها وبطريقة احترافية. فأولا فيجب عليك تحميل البرنامج من هذا الموقع الرسمي، تقوم بالضغط على داونلود. فعندما تقوم بتحميله فقم بتثبيته على جهازك، قم بالضغط على انتري. وسنقوم الآن بتثبيت. طريقة التثبيت فهي سهل جدا، انستالي فينيش، تم التثبيت، ثم سنقوم بالضغط عليه. كما ترى فهذه هي واجهة البرنامج، فهو سهل الاستخدام. هنا تقوم بالضغط على هذه الأيقونة لكي تقوم بأخذ أي صورة التي أنت تريد تعديلها. سنقوم بأخذ هذه الصورة، ثم سنقوم بحذف هاد الشخصين. تقوم بالضغط على هذا القلم، ثم هنا ثم تقوم بالضغط على الأيقونة وتنتظر حينما يتم التعديل. كما ترى تم التعديل، وسنقوم الآن بحذف هذه الشخصين. هذا البرنامج يعني أنا شخصيا أعجبني. كما ترى تم حذف، فيعني هذا البرنامج فهو جيد جدا، وأنا شخصيا أقول لكم يعني أعجبني جدا. ثم هنا إذا كنت تريد تحسين الصورة أوتوماتيكيا تقوم بالضغط عليها وسيتم تحسين الصورة. كما ترى وسوف نقوم بأخذ صورة أخرى، تقوم بالضغط على سوبريمي لكي يتم، ثم سنقوم بأخذ صورة أخرى. سنقوم بحذف هذا الطير، فنفس العملية. يعني يجب أن تتقن هذه الأشياء بطريقة احترافية كي يتم استخراج الصورة احترافية. ثم ننتظر. كما ترى في الأخير أتمنى أن هذا البرنامج يعجبكم، وأي استفسار دعوه في الأسفل وأكون سعيد للإجابة عليه. أستودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.